بقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام يا بخت اللي رمي بحاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وإجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخدين إيه مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه نصيبك كله حيصيبك لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل قمر سبحانه منصور منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك ايديك تعديش حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه